السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بأكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك معنا، مساء الخير. هذه الارتفاعات التي نراها على الذهب رائد تذكرنا لا شك بالارتفاعات التي لحقت الأزمة المالية العالمية بال2008، بس إذا بنتذكر بشكل صحيح بحين أيضا كان في توقعات متفائلة جدا ولم تصدق، يعني صحيح أنه سجلنا مستويات قياسية على الذهب بس ما وصلنا للأكثر تفاؤلا، توقعات الأكثر تفاؤلا. هل لديك نفس الخشية هذه المرة أم لا؟ تعتقد أنه فعلا مستمرون بمكاسب الذهب هذه المرة؟ أعتقد العوامل تختلف، بعضها في جوهرها وطبيعتها المرتبطة بظاهرة جديدة وهي ظاهرة الفيروس الذي يجتاح العالم، وهذه الجائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي والضرورات التي فرضتها على أن تتجه البنوك المركزية حول العالم إلى تسهيل السياسة النقدية بهذا الشكل الغير مسبوق، وبرامج تيسيرية وبرامج تمويلية ضخمة جدا غير مسبوقة، سواء كان من الحكومات أو سواء كان أيضا من البنوك المركزية كقرارات، خلينا نقول يعني مركزية من هذه البنوك. بالنسبة للذهب يعني يستفيد بشكل كبير من هذه الواقعة، وقد يفتح آفاق أكبر بكثير لمزيد من الارتفاعات. يعني هناك الماركت كاب أو خلينا نقول توجه التدفقات النقدية إلى المحافظ المدعومة من الذهب هو بمستويات مرتفعة جدا، لأنه لا يوجد بالنسبة للمستثمرين بدائل أفضل. إذا تحدثنا عن السندات الأمريكية فهي متدنية العوائد وقد تصل إلى السلبية، الألمانية في المنطقة السلبية، إذن لا يوجد طلب على الدولار الأمريكي في الوقت الراهن. بالفعل الأسباب متعددة، يعني كما ذكرت رائد لا شك بأنه التيسير الكمي أيضا يعني عم يؤثر بشكل كبير على هذه الديستورشن بالأسعار اللي عم نشوفه. هنا السؤال، أكيد ما نراه من ارتفاعات على اليورو وعلى الباوند جزء كبير منه هو ضعف دولار بسبب سياسات الفيدرالي وغيره، ولكن اليوم اللي متابعينا بهمهم بشكل كبير معرفة أين يتجه اليورو من بعد ما تخطى الواحد 17، أين يتجه الباوند ستيرلينج من بعد ما تخطى الواحد 28، ما وجهة نظركم على هذه العملات الرئيسية؟ حقيقة بالنسبة لليورو ف يعني بعد ان خرج كليا من القناه التي كان يتداول فيها بالاتجاه الهابط وبدا بمسلسل صعود متتالي دون هوادة نتيجه ضعف الدولار الامريكي اولا، ونتيجه الحصول على الاتفاق من قبل البنك المركزي، عفوا من قبل الاتحاد الاوروبي لحزمه التحفيز و750 مليار، اعتقد ان اليورو مفتوح المجال امامه على الاقل الى المستويات المقاومه التاليه فنيا هي امام ال1.18، يعني من المتوقع بشكل كبير أن يصل إلى هذه المستويات. بالنسبة للباوند أمام الدولار الأمريكي فأعتقد حظوظه ستكون بعض الشيء أقل، أو هو عرضة للفولاتيليتي بشكل أكبر بنتيجة وجود قضية البريكزيت وأيضا التدخل أو القرارات المفاجئة بما يتعلق بتطورات فيروس كورونا في بالنسبة للمملكة المتحدة، وهذه التقلبات مع بعضها عم تشكل ضغط كبير على الجنيه الاسترليني وتسبب مزيد من التفاوت أو التذبذب واسع النطاق. بالتالي من المتوقع للجنيه الاسترليني أن يصل إلى مستويات 1.30 كذبذبات واسعة النطاق وفترات قصيرة المدى، ولكن أيضا في نفس الوقت للأسف يعني كمان فنيا يتيح إمكانية الهبوط دون مستويات 1.25 واستقرار عند 24 إلى 23. هذا نطاق واسع بالنسبة للجنيه الاسترليني، للأسف هو موجود بنتيجة التوتر والتقلب الكبير المرتبط بالجنيه الاسترليني وبقضية البريكزيت وبموضوع فيروس كورونا والقرارات الحكومية المتضاربة نوعا ما. شكرا جزيلا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بأكويتي جروب، أهلا وسهلا بك. We'll be right back.